يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة، ما طلعت الشمس على أفضل منه، تجاب فيه الدعوات وتقال العثرات وتغفر الزلات. أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوفه ركن الحج الأعظم، الحج عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. العتق والمغفرة فيه للحجاج وغيرهم، وصيامه لغير الحاج يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وينوي من الليل، يكثر من الدعاء بالمغفرة، والإكثار من التهليل. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أكثر من العتق في ذلك اليوم، نسأل الله.